مساء الليل، ازيكم عاملين ايه؟ تحت في صندوق الوصف كل المواقع الخاصة بيا. انا احمد، ودي الليلة الرابعة. كنت قاعد بشرب قهوة في كافيه هادي جنب البيت، كافيه بحب اقعد فيه. كنت بفكر، انا كرهت النوم، مش خوف والله، لكن تعب وارهاق. كنتش اتوقع ان هتعرض لكل ده بالسرعة دي. الأحداث بتتسارع، صحتي بتتعب، لوحدي، مرهق، متعب. كل ده كنت بفكر فيه وأنا مروح وبفتح باب البيت، ببص جوه من وانا على الباب. ما أنا مش عارف هقابل إيه ولا هشوف إيه. مرضتش أنده ليل، مش هعمل حاجة. قفلت الباب ودخلت، خدت دش، وأنا طالع شفت الطفل صغير تحت الحوض، كان لونه اسود سواد الليل. اتخضيت، انا في الحمام، بسرعة البرق اختفى. عرفت انها بداية ليلة من ليالي الجحيم. طلعت على اوضة البست، طلعت الصالة، ما شفتها واقفة، عباية سودة ودانتيل اسود، هيبة. عرفت انها شمس. بسرعة شاورت، مفيش بينه وبينك حاجة، سلام ولا مساس شمس. هنا شاورت بإيدها، في اللحظة اللي هي شاورت فيها أنا اتشليت، حرفيا اتشليت، ما قدرتش حتى أنزل إيدي. ولفت حواليا وبصوت أشبه بالفحيح، بيننا حساب ولا نسيت؟ افتكرت اللي حصل المرة اللي فاتت، لما كملت المرة دي انت لوحدك، سمعت عنك وذكرك ذكر عندنا. ولفت وجات قدامي، انا كنت مشلول، قوي، عنيد، بس الاساطير مليانة بكلام زي كده، صح؟ هنا نزلت ايدي لما شاورت، قلبي كان بيدق بسرعة، متوتر، خايف، دي شمس. فرجعت لورا لما لقيتهاش قدامي، استغربت، بس دخلت بسرعة على الأوضة، سحبت قناع من الأقناع اللي في الدرج وحطيته في جيبي وقعدت أخد نفسي. معرفش راحت فين ولا هتعمل إيه. في اللحظة دي جالي دوار غريب وصداع، ريحت براسي على السرير بفكر عايزة إيه مني. هنا شفت حاجة غريبة، أنا شفت السما فوقي بنجومها. اتخضيت وقمت بسرعة، لقيت نفسي على الأرض، صحراء ضلمة، فيش حاجة حواليا، فيش أي صوت، لغاية ما طلع صوتها من اللا عدم. متقلقش، مش هعمل معاك حاجة، أنا مش قد ملكتك وهتعرف، لكن لوحدك في أرض الظلمة هنا ملكش دية. أنت هنا بعيد عن اي حاجة وعن اي حد. وضحكة والصوت راح. بديت الف يمين وشمال، مفيش حد ولا حاجة. لبست القناع وبديت اردد ترنيمة صعود البوابات، بس مفيش حاجة. مرة اتنين تلاتة، هنا انا فهمت، انا بعيد، الشمس نزلتني بعيد قوي عن البوابات في ناحية تانية، وسابتني تايه في ارض الجن، عايزاني اكون هنا لوحدي من غير اي حد ما يكون معايا ومن غير هي ما تتدخل. قعدت وبديت افتكر كل اللي قريته عن ارض الظلام دي في طرف الممالك بعيدة عن البوابات، بس في بوابة فوق الجبل الاسود، يبقى انا لازم اوصل له. بس كان في مشكلة، وانا هشوفه ازاي بين كل الجبال دي؟ الجبال كلها حواليا سودة، طيب همشي فين؟ مكنتش عارف. بديت ارفع عيوني للسماء اتابع النجوم، عايز ارصد نجم، بس تهت، النجوم متداخله وعناية مش مساعداني. كنتش عارف الشمال من الجنوب، كنتش عارف اعمل ايه، بس قلت همشي ما اقعدش، لان اكيد اتعرفت، مدام شمس نزلتني هنا يبقى انا اتعرفت، شمس مش هتنزلني في حتة امان. وبديت اتحرك، عناية كانت بدأت تتعود على الضلمة، ومشيت مش عارف فين، كان جو بارد، ضلمة،
فضلت ماشي شوية شوية، شفت بعد فترة زي نار بعيدة عني، مشيت ناحيتها واحدة واحدة لغاية ما قربت وبديت أشوف إيه اللي ورا النار دي. كانت نار كبيرة، معرفش كانت مولعة من إيه، بس حواليها كان في قدر كبير ضخم جدا مش أكتر من كده. معرفش مين أو إيه اللي ممكن يكون حواليا لما سمعت صوت خروشة ورايا. لفيت بسرعة، شفت غزال أسود ضخم كان واقف بيبصلي بتركيز. طبعا أنا عرفت إن منهم، اتسمرت على الأرض، أنا عايز أعرف هيعمل إيه لما بدأ يتشكل في صورة طفل متوسط العمر، دابس لبس غريب مشاور. أنت الغريب هنا؟ هزيت دماغي قلت له لا مساس، فضحك وقال تعتقد كلماتك دي ليها فايدة هنا؟ انت عارف انت فين؟ سكت، قرب جنبي وقعد. احكيلي نزلت هنا ليه؟ انت بعيد عن اهلك. في حقيقة الامر ما كانش في ايدي حاجة غير ان انا احكي، وفعلا بديت احكي موضوع شمس. قلت يمكن بيساعدني. حسيت وشه بيتقلب لغاية ما خلصت وقال احنا عارفينك بس ما نقدرش على شمس، دي ملكة من ملكات الظلام، محدش هيساعدك. قلت له انا مش عايز مساعدة من حد، كل اللي انا عايزه بس طريق الجبل الاسود. هنا بص للارض زي ما يكون بيفكر او زي ما يكون بيحسبها في دماغه وقال ده في ارض المرضى. هنا بديت افكر ارض المرضى، طب ودي هعديها ازاي ديت؟ لما قال لي بالظبط كان قرا تفكيري، هتعدي ازاي؟ مشاور بايده عكس ما انت جاي، كمل في الطريق ده هيبان لك الجبل، بس افتكر انت مش لوحدك، الكل عارف انك هنا، محدش هيساعدك. شمس مش هتسيب حد يساعدك، الموت طلبك. واختفى. فضلت على الارض افكر اعمل ايه، وبديت اندع على سفين لاتين عهد اي حد، محدش جه. تأكدت ان بعيد قوي 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 كمان، بس كان لازم اقوم امشي في الاتجاه اللي شاور عليه، وانا ما كنتش متأكد اذا كان هو الاتجاه ده ولا لا، ما هو ممكن يكون كذاب. كنت بمشي بحذر وبقف عند اي صوت. بعد فترة بدت اطلال بيوت قديمة على شكل زي قرية قديمة تبان، مشيت لعندها ووقفت بصيت من اولها على القرية، كانت باينة فاضية بس كنت متأكد انها مستترة من اصوات الضحك اللي كنت بسمعه والخيالات اللي بتعدي بسرعة البرق قدامي من مكان لمكان. مشيت وفكرت اريح للصبح في اي بيت فيهم، يمكن اقدر اوصل بعد كده للمكان اللي انا عايزه. دخلت اول بيت قابلني، كان دور واحد فاضي من غير اي شبابيك ولا اي حاجة، عرفت انه مسكن من مساكنهم. وقفت على الباب وسميت بالله ودخلت. في اللحظة اللي انا دخلت فيها سمعت صوت خبطة جامدة ورزق وصوت قوي، انت طردتنا من منزلنا يا غريب. هنا رفعت صوت قلت انا غريب وطالب ليلة بس، هنا سمعت الصوت وتطردنا من منزلنا. طبعا تطردنا من منزلنا لان انا استعذت وسميت بالله. كان صوت بغيض، رديت ما طردتش حد، انا طالب ليلة بس. رد الصوت انت سميت باسم العظيم، عرفت انهم طلعوا من ذكر الله، يعني بالظبط جني كافر. سكت لما قال لي اخرج وادخل بدون ذكر، نسمح لك بالإقامة أو هنهد البيت عليك. فعلا خرجت بس ما دخلتش تاني. ما أنا عارف لو دخلت من غير ما أذكر الله في بيت زي ده إيه اللي هيحصل، مش هخلص. مشيت للناحية التانية، أنا عارف غدرهم، كنت جنب سور واطي قديم، سندت ظهر عليه وغمضت عيني أفكر هعمل إيه اللي أنا ممكن أعمله هنا. لما حسيت إن في حاجة قدامي فتحت عينيا لقيت كلب اسود شرس قدامي بيزوم.
مديت ايدي وبدأت اقرأ القرآن بسرعة، بدأ يهدى وفي ثانية تشكل هيئة ست كبيرة على الارض وشاورت بايدها نقف. فسكت وكملت، انا عابر السبير، مفيش مساس بيني وبينكم. هنا ابتسمت وقالت: انت احمد طريد الجن، تخلى عنك اقرانك، وضحكت. ما ردتش عليها، مش عايز عداوات اكتر من كده، مش مكان ان انا اكسب فيه عداوات ولا وقت ان انا اكسب فيه عداوات. لما بدأت تقرب شاورت لها مكانك، فوقفت وكملت: خايف؟ قلت لها: مش منك. ابتسمت وقالت: طريقك مظلم. قلت لها: همشي لوحدي. هنا شاورت وقالت: انت عايز توصل المعبر صح؟ سكت. هنا رجعت لورا بسرعة وحسيت بغدر منها، فبديت اردد سورة الكرسي كذا مرة، كانت بتزوم وهي بترجع لورا لغاية ما راحت في ظلام الليل. انا كنت عايز انام ساعة، مكانش في حل تاني. رسمت دايرة تحصين على الارض ونمت، بس تقريبا ما كملش نص ساعة لما بديت اصحى على صوت همهمة. بصيت من تحت القناع، شفت اشكال كتير غريبة ورا الدايرة عمالة تبص وتزوم. وقفت وما بقتش عارف اتصرف ازاي، بس قعدت لميت نفسي وقعدت وبديت اقرأ قرآن. لما جاء الصوت ضخم انطلق: اصطبر نساعدك. هنا سكت. طلع من الضلمة راجل عجوز، وقف على اول الدايرة ورفع ايده وقال: ائذن لي ادخل ونساعدك. ما كنتش عارف اعمل ايه او اتصرف ازاي، بس فكرت شوية قلت له: اسمك؟ قال لي اسمه. بديت اردد اذن الدخول باسمه. دخل بخوف وتردد، وانا في نفس الوقت كنت خايف، ما هو جوه عندي. قفلت الدايرة وراه، بدأ يقرب منه، قلت له: مكانك، انا لسه ممكن اصرفك. هنا شاور بايده: ملناش علاقة بحربك دي، احنا لا نستطيع الدخول في اي معركة، احنا مش قد شمس ولا قد الجلادة، اي حد منا هيتدخل او هيتصرف هيتأذي من الاتنين، وخصوصا اذا جت الجلادة هنا. قلت له: مش عايز حاجة منكم، بس سيبوني بسلام. هنا بص للارض وفكر وقال: مصلحتنا تخرج سواء ميت او حي، احنا مش هنساعدك لكن هندلك. قدامك ليلة في الاتجاه ده عشان توصل للجبل الاسود، تطلع فوق ورا الشلال البوابات، لكن لعلمك اكتر من ليلة مش همسك عشيرت عنك وما اضمنش العشائر اللي حوالينا، مفهوم؟ هزيت دماغي ان مفهوم، وعرفت ان دوت من حكماء الجن او من شيوخ القبائل اللي هناك، لانه حكيم مش عايز يسحب نفسه في صراع لا ناقة له فيها ولا جمل. هز راسه وقال: ائذن لي بالخروج. فعلا خرجته واختفى هو وكل الاصوات والعيون. عرفت انه عايز فعلا يجنب نفسه المشاكل، وانه عايز يجنب اللي معاه كده، بس انا قدامي ساعات قليلة. خرجت من الدايرة ومشيت بسرعة ناحية الجبل، الجو كان برد وانا حافي وتعبان. فضلت ماشي الوقت طويل لغاية ما بدأ جبل اسود فعلا يبان ضخم. وصلت لتحت السفحة عنده لما سمعت صوت. الصوت ده كان صوت عامل زي صوت بوق او زمير او صوت حاجة كده من الالات العزف، بس انا عرفت ان ده نداء المرضى. انا تعرفت ان هنا خلاص. كان في حركة حواليا زي ما تقول بيستكشفوا او بيشوفوا انت ايه او مين. ما همنيش، طلعت بسرعة للجبل. الصوت كان بيزيد وراي لغاية ما وصلت للشلال الصغير. انا عارف انه في البوابة، بس قبل ما اطلع سمعت صوت خوار ضخم. بصيت ورا لقيت ثور ضخم احمر وبيتشكل لانسان قبيح مشوه وجاي عليا. هنا انا رميت في وشه كلمات سيطرة، وقف، وكان حواليه ستة تانيين. كنت عارف ان مش هيطول وهيتحركوا،
حتى لو قريت قرآن عشان أصرفهم هيضحوا بحد علشاني. شاورت له من المساس بيني وبينكم، ضحكة عالية، أنت في أرضنا مش هتطلع وحاميتك بعيدة. قررت أن أنا أخش ورا الشلال المغارة الصغيرة الموجودة، ودخلت وهم واقفين مش هيتحركوا، طلسم السيطرة قوي. دخلت بسرعة ورسمت دايرة تحصين، برضو عارف أنها مش هتحبسهم كتير وخصوصا مع المرض، يعني مش هتخليهم فترة طويلة، بس كنت محتاج أفكر. دخلت وسمع صوتهم بعد ما تحركوا برا، قعدت أفكر طبعا هعمل إيه. وقتها أنا حاولت أندع على أي حد بس ما فيش حد بيجي. هنا أنا اتأكدت من حاجة، كده كده أنا ميت خلاص، ملهاش حل تاني، ملهاش حل تاني. هنا عرفت ان خلاص كده كده ميت. بس دايما انا من النوع اللي بوجد الامل من رحم المعاناة، ما بستسلمش بسهولة، ما بقبلش بالهزيمة. بديت اركز وادعي ربنا سبحانه وتعالى، اللهم اني عبدك وعزت عليه اسبابك وانت عزائي وزادي، فإن رضيت بي فقد أسعفتني، يا خيبة المسعى إن لم تسعفني، وهذه الأرض ما ضاقت على أحد فكيف يا رب ضاق الكون بي، فإن صوتي يتيم الأب من غير مقتدر، يرنو لمنكسر أو غير منفرد، يحنو لمنفرد إذ قال في الخمس المؤذن أشهد، وشق له من اسمه ليجله، فذو العرش محمود وهذا محمد النبي، أتانا بعد يأس، أما إذا ذكرت محمدا صارت دموع العارفين تسيل. يا الله يا فارج الهم مدد يا رب، وبدأت أكمل الدعاء بتاعي نص ساعة وأسبح. هنا حسيت نفسي أقوى، نفسيا بقيت أقوى. كنت عارف إنها مسألة وقت لغاية ما يدخله، هي مسألة وقت. دول مرضى يعني عايزين حاجة في نوعية سندس عشان تقدر تسيطر عليهم، وأنا مش عارفهم أصلا هم مين، بس كنت عارف إنها النهاية، بس ما كانش في دماغي. أنا كنت قررت فعلا إن أطلع وأواجههم، خلاص هتعبهم شوية بس مش هموت كده، يعني مش أخرت إن أنا أموت في مغارة، مش يعني مش أخرت الرحلة دي كلها إن أنا هموت كده في جثة في مكان محدش يعرفني لغاية ما تحلل وخلاص. لا 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 يا صديقي، أنا أكبر من كده، أنا هموت وأنا واقف، مش هموت وأنا نايم أو مقتول، لا 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 لا. كل الأفكار دي كانت في دماغي. في اللحظة دي شفت مية الشلال فيها تشكل قبل دايرة التحصين، خفت قلت بس يبقى داخلين، وعرفت إن هما داخلين عليا، بس التشكل كان لشخصين مش شخص واحد أو واحد ضخم. رجعت للحيطة بتاعت المغارة وركزت، تشكل بدأ يظهر ويظهر، طلع على شكل اتنين، واحدة وواحد. هنا بصيت لهم وانا مبرق فيهم، قلت لهم بصوت عالي، سهراب ومهراب كان صوت فرحة جديدة. وانا بقول سهراب ومهراب كان اخر حاجة ممكن اتوقعها او اخر حاجة ممكن اتخيلها في المكان دوت. كان صوت فيه فرحة لما لقيتهم جايين ناحيتي بيبتسموا. سهراب ومهراب دول اتنين اخوات، ولد وبنت من الجن المائي، ليهم رحلة معايا هبحكي لكم في يوم من الايام. قربوا وشاورت لي مهراب اذن لنا ندخل. فعلا دخلتهم جوه الدايرة وقربوا مبتسمين لما قالت شفنا لما من المرضى واحنا برا، عرفنا انك هنا وشمينا ريحتك احمد، تبعيد او هنا، ايه اللي جابك هنا؟ هنا ابتسمت وبديت احكي لهم موضوع شمس من الاول للاخر. سكت سهراب شوي اللي كان اكثر عقلا وقال احمد اللي برا دول من مرضة الجن واحنا ما عندناش قدرة ليهم، واحنا اضعف من ان احنا ننقلك من مكان لمكان. هنا بصيت لمهراب وكملت نساعدك ازاي. في حقيقة الامر كان في فكرة في دماغي، قلت لهم بصوا انا مش عايز منكم حاجة غير طلب واحد بس. رد سهراب ايه هو؟ قلت له شوف عايز حد فيكم يطلع شقتي فوق
الدولاب اللي فوق في صندوق، في ورق وحاجات كتير جوه الصندوق ده، في علبة صغيرة زرقاء على شكل خاتم مقفولة، أنا عايز دي بس. هنا رد سهراب وهو بيبص لي باستغراب، فيها إيه دي؟ هنا أنا وأنا بضحك قلت له بخور رجل العفريت، فبصت لي مهراب وقالت لي ده إيه ده وبيعمل إيه؟ هي ما فهمتش السخرية اللي أنا بتكلم فيها. قلت لها أنا عايز بس الصندوق ده. فعلا راحوا، وفضلت أنا سامع صوت الهمهمة بتاعتهم بره وحاسس بطلوعهم. تقريبا 5 دقايق وجابوا الصندوق، قلت لهم بس امشوا. لما ردت مهراب قالت لي انت خلاص كده هتتصرف؟ قلت لها ايوه انا هتصرف من هنا. فعلا فتحت لهم الدايره وطلعوا وراحوا. فتحت الصندوق، طلعت الورقه، كنت عارف ان انا ممكن احتاجها في يوم. طلعت الخاتم اللي فيها اللي جنب الورقه، بدات اقرا النقوش اللي موجوده، بدات اكرر الاسم اكتر من مره. تقريبا دقيقتين وصوت انفجار او فرقعه عاليه جدا، لدرجه اني نزلت على الارض وتوقعت ان هما بداوا يهدوا الكهف عليا. لما بدا تشكل قدامي يحصل وياخد شكل، تكون قدامي انثى عيون عسليه، شعر اصفر طويل، بيضه مرمريه مخمليه، كانت واقفه شبكه ايدها على صدرها وبتبص لي. هنا مديت انا رجلي، فتحت الدايره وقلت لها خش يا هفيف. ابتسمت ودخلت. انا متابعك من اول ما دخلت وعرفت انك مغدور بيك، توقعتك هتطلب مساعدتي بدر عن كده. هنا رديت انا ما كنتش متوقع احتاجك هفيف، بس ارض الظلام محتاجه ملكه من ملوك الظلام. هنا حسيت انها ضايقت من الكلمة دي بس كملت. واساعدك ليه؟ مش خايف من سندس؟ وما تنساش من السندس اللي نفتني هنا. انا كنت عارف وكنت ساكت لغاية ما تخلص، وقلت لها هفيف انا كافين ان اخلي سندس تسامحك. ثانيا انا ما بخافش من حد. ثالثا لو انت ما ساعدتنيش برضه هلاقي طريقة، بس أنا بديك فرصة ترجعي تكسبي ود أختك سندس، ويكون في سبب قوي لرجوعك هفيف. هفيف أخت سندس المطرودة لأرض الظلام، ليها قصة أحكيها لكم بعدين. هنا بصت لهفيف وفكرت شوية وقالت واللي يضمن لي كلامك أحمد؟ قلت لها انت عارفة كلمتي وعارفاني، انا ما بقولش اي حاجة، انا كفيل ان انا انهي الموضوع مع سندس. فكرت شوية وهزت دماغها. فعلا طلعت تاني ورا الشلال من الدايرة. هنا سمعت صوت هرج كتير، عرفت انها بتتعامل معاهم، هما بيخافوا منها. هفيف مش هينة بالمرة، جلادة. 5 دقايق ورجعت وقالت خلاص. طلعت بره ما كانش في حد، كنت تعبان. لما قلت لها طيب ممكن تطلعيني فوق للبوابات، فضحكت وقالت وليه للبوابات؟ ما طلعك لبيتك اسهل. هنا ضحكت وقلت لها يا ريت يا ريت يا ريت. فعلا دقيقه لقيت نفسي في الشقه. كنت تعبان لما وقفت تبص لي وتقول لي وعد الحر. هنا هزيت دماغي وقلت لها تلاقيه شفيف، بس ترجع سندس ما تلاقيش. وراحت. اول ما راحت دخلت خدت دش بسرعة وعملت قهوة، بصيت في موبايلي وانا على السرير، عرفت ان عدى يومين في اللي انا كنت فيه تحت. حمدت ربنا اني لسه عايش، ده فضل من نعمة من ربنا. وبديت استعد الليلة جديدة. اتمنى ان الحلقة تكون عجبتكم، شوف رأيكم في الكومنتات تحت. اشوفكم على خير الحلقة الجاية ان شاء الله. شكرا لكم، مع السلامة.